كان مسمينك الجريح. الجريح بس. ما بعرف مين. ما بعرف اسمي حد. وقال لزوجته هذا أخوكي. اعتبري أخوك. وحتى سمعت كانت بالبيت هي تعتني فيك عناية الأخ الأخت لأخوها. مش هيك؟ آمن بالله. نعم. إنه كانت يعني حكي بدي بديش أبالغ بدي أحكي الصحيح. صحيت على نفسي ولا إلا أنا باللجن بتحممني زي ما تحممني. هذه الأخت. والله. طيب. يعني فرصة فهذا الشعب يستحق الحياة يستحق الشكر ويستحق أن نحترمه. نعم هذا شعب. طيب تسمع نأخذ اتصال ممكن أعيدك لهذيك الذكريات الحلوة. معنا أختنا أم بسام. مساء الخير. مساء النور. أهلين أخوي. أهلين. كيفك يا أختي؟ الله يخليك الله يطول عمرك. إحنا معنا الحج اللي أنت ذاكريته منيح. أبو عمر نور عيني. الله يرضى عليكي. انت اختنا ام بسام اللي كنت تدير بالك عليه؟ بعيوني كنت حطته والله يا اخوي. ها؟ بعيوني كنت حطته. اختنا ام بسام من اليمون مش هيك؟ لا انا والله في اصل سوريا الاصل بس ناخذ واحد يموني. انا مش فاهم والله. انا من بيت الحاج. شي حجي بالله تعيدي. انا سوريا الاصل بس من اليمون. جوزك من اليمون؟ لا والله من بيت الحاج. إذا تسمع فين؟ نعم. نعم. هذا الحج أنت بتعرفيه منيح؟ هذا أخويا. هذا أخوكي؟ والله أخوي بعد الله إن شاء الله. هذا الأخ اللي كنت تدير بالك عليه بال 67؟ واسبي يا أخوي واسبي. هذا واسبي أنا في دار الوطن كله. الله يرضى عليكي. طب تقدر تحدثينا عن هذيك الذكريات لما كان مجروح وبالبيت؟ والله لما كان جريح وعندكم بالبيت دير بالك عليه بتقدر تحكي لنا هذيك الايام؟ والله يا اخوي قعدت 5 ايام اكثر من اسبوع ما بشوف. لا بحكي عن بشوف بعيونه من مره. ما كانش يشوف بعيونه. لا والله ما تنسى والله مسح باب المسكير ومسحنا ايديه ومسحنا وجهه من الدم. ما شاء الله عليه. ودير بالي عليه واسوي له لحمه اقلي له لحمه اطلع على البلد اجيب وطعم الله يسامحه. نعم. طيب واجب يا اخوي واجب والله الحمد لله قلت بالي لما نروح. يعني هذه يا ابو عمر يعني مناسبه كثير سعيده. خليك معنا يا ابو عمر. انه ام بسام ترد الجميل بكلمتين طيبات وما بتكفي. شو بتحكي لاختك ام عمر اللي كانت وانت جريح تدير بالها عليك؟ الله يبظل اختي ام بسام ولها جزيل الشكر ولجميع العائله ولابو بسام ولاولادها بسام وباسم وسيم. حافظهم وجميع أولادها. حافظهم. نعم. طيب أب يعني ما بينك وبينهم علاقة لحد الآن؟ العيلة واحدة. عيلة واحدة. نعم. طب ليش ما صار بينك وبينهم هيك نسب أعطيتهم في منه؟ نعم بنتي مع ابنها وسيم. إذا يعني تكللت هذه العلاقة بالأخوة كاملة والطهارة إن شاء الله للأبد. وناسبتوا بعض؟ نعم انطيتوا بنتي. وكنت سبب إنه يعني وجودك هناك ودار بالهم عليك وضمدوا جراحك إنه بنتك الآن هي مع أبنائهم برضو ملحق لهم الجزاء يعني. نعم. أختي أم بسام. نعم تفضل يا أخوي. والله إنه إحنا مهما حكينا عنك وعن يعني هذا العمل الطيب ما 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 بنوفيك معروف. هذه الأخوة الحقيقية. واجبنا قدام هذول جايين دفع عن عرضنا وعن وطننا جميع الوطن. عرضنا هذول وإخوتنا هذول وأولادنا. نعم. طيب. هذا نرد بلدنا والله يخلي لنا الملك إن شاء الله. الله يا أم بسام متعك بالصحة والعافية. الله يخليك يا أم الله يخليك. والله هذا التلفون اتصالك إنه بيسوى الدنيا كلها وبدنا نقول لكل العالم إنه ما في إشي بمنع الشعب الأردني عن الشعب الفلسطيني وما في إشي بمنع الشعب الفلسطيني الأردني. هذه الأخوة الحقيقية حجة. هذه الأخوة الحقيقية. الحمد لله الله يخلي لي أبو عمر إن شاء الله. الله يا رب يمتك بس إن شاء الله ربنا هو أمنيته يزوركم بالبلد هناك. هذه أمنية ما زال بتمناها. إن شاء الله إن شاء الله الله إن شاء الله ربنا يجبني زورنا النبي يا رب. الله يرضى عليك يا حجة. بارك الله بيك يا أختي أم بسام. بارك الله بيك. والله يا ابو عمر حلو انه نعيد هالذكريات لما كنت انت عمرك قديش كان هذيك 16 سنه 16 17 سنه 17 سنه وتصاب وجريح وتلاقي هذه الاسره الكريمه تعتني فيك واعتبروك اخ والحمد لله الاخوه الحمد لله بعدها موجوده وقائمه. شغلات يا ابو اخ محمود استاذ محمود شغلات
انه وجدت انه اللحام جايب لحمه للجريح، يقول له اسم الجريح يقول بربوش. يا سلام، والله مجرد جريح، انه عنده واحده عندها بقره جابت الحليبات تقول هذول للجريح، والله ما تعرف الجريح من اي بلد. كل اهل البلد يقول كل اهل البلد الجريح. الشيخ عارف الله يرحمه كان يوميا يجي، ولما دفن الاموات قام اذن قبل الصلاه قبل وقت الاذان. يعني ما كانوا يعرفوا اسمك ومين انت الا بس هالجريح. الجريح الجريح مين هو؟ جريح من الجيش الاردني. في عنده جريح من الجيش الاردني. يعني كان شعب من اطيب الاخلاق، من اطيب الناس، وان شاء الله نظل الشعبين نفس الاخلاق الاوله اللي قناها بالشعب الفلسطيني في الضفه الغربيه. يعني ان شاء الله. يعني لما بنقول قبيله العدوان بالاردن هي قبيله كبيره ممتده، وانت نموذج مشرق لهذه القبيله الحمد اللي لله. بتعشق فلسطين زي ما بتعشق الاردن. اليهود العدوان هم اقرب، كانوا قبل 67 جميع العدوان في ارض الغور سوقهم القدس ونابلس وليس عمان. نعم والله بيعرف القدس اكثر من بيعرف عمان، قبيله العدوان في الغور. طيب الشون بقيت 12 يوم بقيت عند دار ابو بسام. يوم عندهم بالبيت. بالبيت وكل الرعايه والعنايه لك كاملة والله، منهم من جميع أهل البلد، أم بسام على رأسهم وأبو بسام على رأسهم، في الأخ محمود أخونا أبو بسام، والأخ أبو ماهر، والأخ إسماعيل حضروا لأخوانه، كانوا في قمة الأخلاق، كانوا يوميا يزوروني. أبو عمر بعد ما يعني ما انقضوا 12 يوم حدث تطورات وبعدها جيت للأردن أنت، وأهلك اعتبروك مفقود طبعا لأنه انقطعت أخبارك. نعم مفقود. دخلت مستشفى جني بعتقد بعديها. شو اللي حصل يعني حتى حصل انه لا الشيخ عارف سأل. نعم قالوا الجريح صحي، قالوا صحي، قالوا بدنا اياه خمس دقائق عرفنا عن الاموات. هذا مين وهذا مين وهذا مين. فاجوا الشباب اثنين حملوني الى المقبره، فقلت هذا يحيى حسن وهذا سمير، عرفتهم هذا علي عقيل وهذا كذا. فكثير منهم انه في موجودات الحدائد الارقام موجودات في ارض اليمن. بعد كم يوم لما تروح تفرشت وتعرف؟ بعد 15 يوم. كيف كانت الجثث بالله؟ والله ان اذا حركته تسال الدم منه. يا سلام. والشيخ عارف اذن قبل الوقت حتى يشوفوا الشهداء، تعالوا يا مسلمين تعالوا شوفوا شهداءكم كما هم. اه والله حتى بذكر انه احمد نجيب الحموري مصاب هون. نعم والله ان الدم سائل بها بعد مرور هذا الفتره. بعد مرور 15 يوم يعني هنيئا لهم الشهداء يا سيدي. فلاحظوا انه انا ماشي يعني الجرح اللي مجروح انا ما بسكر. ما بسكر. فانتقلنا الى نقلونا الى مستشفى جنين. نعم مستشفى جنين هناك بعد 10 15 يوم في دكتور اسمه عادل علار اجى الحاكم العسكري زور المستشفى، قال له هذا قال له والله هذا ما حد يزوره عنك؟ اه قال خليه على تحت المراقبة عندنا. فيوم من الأيام بعد ما صحيت وعالجوني معالجة جيدة وكذا صحيت، قال الجريح يقدر يتكلم أو يحكي أو يمشي. فجلس دورية إسرائيلية وزمتني إلى مركز جنين. نعم من مركز جنين بعرف شو رحت، شفت قارمة اسمها حيفا. 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 فدخلوني على غرفة، على غرف فيها عسكريين. سألني سؤالات. وشو اسمك؟ قلت اسمي محمد عبد الرحمن محمد علي. غيرت اسمك؟ نعم. طب ليش؟ أسرار عسكري. أسرار عسكري. أسرار عسكري. يعني هيك عودوك بالعسكري إذا نعم نعم أسرت لا تعطي اسمك. نعم. نعم. تنطيش اسمك. وهي خدمت؟ قلت ما خدمت الجيش انا. كيف ما خدمت؟ كيف جيت من الاردن؟ كيف جيت من الاردن لهون؟ قلت انا جيت كنا في مدرسه تصوير حتى ثانويه. مرق علي العسكريين بالسيارة عسكرية قالوا يا اخوان احنا بدنا ارزاق للجيش، نوزع ارزاق في الضفه الغربيه. مين يتبرع يوزع ارزاق؟ قلنا ثلاثه اربعه اللي طلعنا مش لحالي. بالموقع اللي انا كنت فيه انصبت. وجيت عندك. وهذا اللي صار معه. انا لا احمل اسم العسكري. قد ما حاول اكثر من ساعتين كيف من الصويري حمني وشو اسم اخوك واسم عمك واسم خالك واسم كذا. فأذن المؤذن
في حيفا، فحط القلم وقال أشهد أن الله وأشهد أن رسول الله. فأنا كنت حرارتي 90 فنزلت حرارتي إلى 37. يعني شعرت أنه في إشي قال مسلم لا صالح لما نطق الشهادة. نعم كان حقق معكو حقق معك. نعم حصلت أشياء كثيرة بس ما أقدرش أتكلم فيها. لا أنا بدي بس آخر المطاف أسأل، سمعت أنه قدم لك إغراءات كثيرة؟ معلش أبو عمر إحنا بنحكي للتاريخ بس بالمناسبة، يعني ذكرت لي أنه أول شهيد كان في يامون هو الشهيد محمد محمود أبو الفول الله ملازم رحمة الله عليه. ملازم أبو ملازم أول ملازم أول ملازم أول ضابط موقع. يعني هذيك الفترة هو يعني أول من استشهد ولكن مع المجموعة استشهدوا مع بعض بنفس والله هو سيارة ضابط الموقع قدام الموقع كله. هو كان ضابط الموقع ضابط الموقع. نعم. لما لحقنا الموقع اللي كان مستشهد. نعم في سيارته مدمرة. نعم وسايقوا هدي ذياب من الكرك. نعم سألنا هدي ذياب قال والله يستشهد وتوفى بس لحد الآن ما حدا عارف وين قبره لحد الآن. نعم لأنه استشهد قبل وصول الموقع حتى. نعم. فاستلم الموقع محله وكيل اسمه محمد محسن. نعم استلم ضابط موقع محله وكيل. نعم اسمه محمد محسن من الطفيلة من البصيرة الطفيلة. فأرجو من يعني كل من يتعرف على محمد محمود الفول أن يعرف وين قبره الملازم محمد لازم محمد محمود. نعم أبو الفول من ولد اسمه كفر راكب. من يعني هو هذا الوحيد اللي من بين الشهداء ما حد بيعرف وين ما حد يعرف وين قبر. نعم وين اندفن ما حد يعرف لأنه ما وصل الموقع. نعم استشهد قبل الموقع قبل ما وصل الموقع. طيب طيب تواصلت مع أهله يا أبو عمر حاولت متتبع. والله حاولت أهله كل يوميا يعني يتحكوا معي والله. وزارني أخوه من أمريكا اسمه أنور. نعم في أخته خولة هي تلفون أخته خولة بالمناسبة هي معنا على الخط بتسلم عليك وندردش مع بعض شوي. أختي خولة مساء الخير. أخت خولة الله يسعد هالمساء. هلا فيك. هلا مساء الخير مرة ثانية ومساء الخير على روح الشهيد أبوك الله يطول عمرك إن شاء الله ونسيك بأنوار النبي الله يبارك فيك. أختي أم محمد يعني إحنا بنعتز فيك أولا ريحة الشهيد فيك وأنت بنت الإنسان اللي ضحى بدمه من أجل كرامة الوطن ونحن بنفتخر إن شاء الله وإن شاء الله أنه ربنا بيحشره مع الصديقين والأنبياء هذا الرجل اللي هو والدك. آمين يا رب العالمين الله يبارك بعمرك. فحبينا نستحضر روح الشهيد الآن واللي بترفرف إن شاء الله فوقنا ونسمع الله. كلام أختنا أم محمد بنت الشهيد الملازم محمد محمود أبو الفول أول من استشهد فوق أرض اليمون الطاهرة. والله يا أخوي إنه أول من استشهد هناك إن شاء الله إله الجنان الخلد بإذن الله. نعم والحمد لله رب العالمين يعني إحنا بنفتخر أولاده هاي الشهادة إن شاء الله لأنه كان هو يتمناها. نعم والله حقق له إياها. والله سبحانه وتعالى حقق خايله يعني تمناها والله أمي إنه الشهادة في سبيل الله. نعم. وكان يعني له فترة ما إجا ولا شفناه وإحنا يعني لغاية الآن يعني ما بنستحضر إلا عصورته لأنه ما بنتذكره كويس لأننا كنا صغار. صحيح. والله يعني كنا قديش كان لما استشهد قديش كان عمرك يا أم محمد؟ أنا كنت في ثالث ابتدائي. والوالد قديش كان عمرها لما استشهد؟ والله يعني هيك بحدود 24 25 سنة فقط. نعم نعم إن شاء الله إنه الله بمد بعمرها إذا أنها موجودة. اللهم آمين والله هي موجودة وبتسمع بصوتك لأنه طيب خليني بدي كمان أمسي عليها بس أخونا أبو عمر رفيق أبوك رفيق السلاح. والله شو بتحكي له؟ والله بشكره كثير وعز الرفقة وزرناه وحكينا كثير يعني عن الوالد كثير وإحنا بنشكر وبنشكرك أنت أيضا معه. الله يخلينا إياك إحنا لما والله يعني له كل الشكر والتقدير لأنه فعلا أعطانا معلومات قيمة عن والدي لأنه إحنا يعني مثل ما تفضل إنه مش عارفين لغاية الآن شو هو شهيد يعني استشهد هو كذا كنا هيك في دوامة سلام إن شاء الله إنه من مرتبة الشهداء وطمننا كثير يعني والحمد لله وتواصلنا مع أبو عمر وإله يعني نعتبره والد وأخ عزيز علينا. هو